Dear attendees, welcome back again to the final day of the 14th edition of this festival. مساء الخير, مساء الفن, مساء الإفراح. كل الحب والتقدير لمحبي المسرح الذين اجتمعوا معا في هذه الدورة, في هذه الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة. All the love and appreciation to the theater lovers who gathered together in this edition of the festival. لقد قضينا معا هذا الأسبوع مستمتعين بفن المسرح الجميل عبر اللوحات الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة بلغات مختلفة وأرواح متناغمة. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup et je vous laisse avec la suite de la cérémonie. والمجموعة التي عملت معها. برافو لكل الطلبة في المعهد. Et si vous permettez, je vais dire en français, je vais répéter ce que j'avais déjà dit à ces étudiants lors d'un débat, d'une table ronde. Comme vous avez remarqué là, vous-même, vous avez organisé cet événement, il y a eu beaucoup de monde, mais surtout il y a eu beaucoup de postes. Vous savez que le domaine de l'art, de l'industrie culturelle, artistique, a besoin de vous pour la gestion, et pour la bonne marche de production. Le مسرح الجامعي وكذا كان في البداية يعني مسرحية فأنا فرحت لأن تكرمت في وسط المسرح وفي وسط واحد العدد ديال الدول. كنشكر الفيتوس وعلى رأسهم الأستاذ الطاهر القر اللي التفت هذه الالتفاتة الجميلة في حقه. Je me présente, Maakoum Dine El-Bahi, responsable des jurys au sein du Festival international du théâtre universitaire de Tanger. Un an, c'est la première fois que je suis venu à ce mehrajan. J'ai eu une expérience qui m'a aidé beaucoup, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et qui m'a permis de sortir de la zone de confort et de connaître les gens nouveaux. فهمت كيفاش نتعامل مثلا مع ممثلين مع مخرجين مع كاتب مسرحي اللي كانوا ظريفين بزاف واللي خلوني حتى هما نتعلم منهم بزاف ديال الحاجات. هذا المهرجان كان الوقت ديالو سيمانه اللي دازت طويله كانت عامره بزاف ديال الحاجات مزيونين بشويه ديال ستريس مي هي تجربه اللي واعره بزاف اللي كنستافدوا منها كيفاش اننا نخدموا منين نساليو قرايتنا منين نمشيو مثلا للخدمه ديالنا وكل شيء. دونك انا فرحانه بزاف وكنقول اي واحد بغى كيف ما كان سواء يكون في الكوميتي دورغانيزاسيون ولا هيشارك انه يزعم حيت هذه واحد التجربه اللي هي unique ou li je pense pas qu'ils puissent vivre bzaf dial mehrajanat akhrin. Shukran bzaf.
Je me présente Ayman Rahmi, étudiant en 5e année à l'UNCG Tanger. C'est ma première année dans le futur en tant que responsable de communication. C'était une expérience qui m'a fait كانوا هناك مسرحيات تلعبوا عن بعد وكان هناك مسرحيات اللي تلعبوا هنا بمدينة طنجة اللي غنقدر نقول هو كان انفيتي اي واحد من لي ستوديون انه يجي يخدم في الفيستيفال شي حاجه اللي غتعلموا منها بزاف د الحوايج. السلام عليكم، معكم ازيبو مقراي اسماعيل ريسبونساب ترونسبور ديال الفيستيفال. احنا فرحانين بزاف هذا العام باللي شاركنا، انا اول مره صراحه شاركت في الفيستيفال وعندي شرف كبير باللي شاركت مع هاد الناس وتعرفنا على بزاف الثقافات وكنتمنى هذا الطلب من جميع الطلبة باللي يجيو العام الجاي يشاركوا معنا ومرحبا بكم معنا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.